مكملين انا وليا، وصلنا لفقره كتير حلوه بتهم الصبايا. يا ليا، وصلنا لفقره الميك اب. فقرة الميك اب يلي بتهم اكيد العديد من او كل الصبايا، شو هي الوان الموضة، شو هو الدارج هلا لخريف وشتاء 2021. راح نحكي اكثر ونشوف على الهواء مباشرة مع ريما حسين. صباح الخير ريما، اهلا وسهلا اهلا فيكي. فيكي. ريما طبعا هي اللي بتعملنا الميك اب كل يوم، بدنا نعم، نشكرك بدنا اكيد نصبح يا عليكي حبيبتي. ريما، بدنا نصبح ايضا على اكيد انجيل. كيفك انجيل؟ أنزل كيف مستعده للميك اب؟ اكيد تمام. مع ريما، اكيد اخر رواق. يسعد أكيد صباحكم ريما، فيكي تتحركي إذا يلا. بدك اوكي، ونحكي شو هي يمكن أكثر الألوان هلا دارجة. يعني نحن دائما بنعتمد تماما بصباحنا أو بصباحاتنا أو على التلفزيون بالألوان الترابية يلي هي يمكن أكثر بتكون بتتقبل الوش وبتتناسق مع تماما. الوجه. نحن خلينا مش نحكي عن هنكون أبرز نحن الألوان. اخبار، فبنعتمد الالوان الترابيه. هلا نحن فصل الخريف، كمان درجه الوان الزيتي، الكاكي، يعني الوان الاحجار الكريمه، هي اكثر شيء دارجه بالخريف. نحن بنعتمد بالخريف الوان هادئه نوعا ما، بس حاليا كونه نحن بفتره عندنا جائحه كورونا، فصار الاعتماد على الرموش ونقوي طبعا شوي مشان طبعا الماسكارا. انا رح اجيب لها، بسبب وضع الكمامة طبعا. خلينا اكيد كمان نرفع هيك شوي انجيل غمضت مشان عيونها، يعني استعدت للميك يلا. اب. ريما خلينا بسبب نحكي، تفضلي. اي خلينا نحكي بالبداية قبل ما نبلش شغل عن موضة الخريف. نحن هلا بلشنا عليها، يمكن دخلنا بتشرين اكتوبر وهو الخريف واللي منبلش منغمق فيه، يعني على عكس الصيف. احكي لنا عنه شوي. هلا نحن بفصل الخريف والشتاء ما بنغمق كثير، خاصة لون البشرة نحن بنعطيه اللون الفاتح. نعم، لأنه نحن بالخريف بس بنغمق. هلا حاليا مثل ما قلت لك لون العيون، لأنه عندنا جائحة كورونا بسبب وضع الكمامة، فاعتمدنا على الرموش. نعم، والألوان اللي شوي ما قوية. خليني أحط لك عيون هون مشان الكاميرا. مشان الكاميرا. وألوان الترابيه، الوان مثلا لو في عندنا لون الكاكي اللي هو البني الفاتح مايل شوي للصفار، هي الالوان اللي بنعتمدها بفصل الخريف تماما او اللي دارجه هلا بسنه 2021. نعم ريما، هلا نحن عم نشوف وضع الخطوط الاولى للشادو على العيون، ولكن خلينا نحكي عن اهميه مزج ودمج الالوان. هلا نحن يمكن عم نشوف خطوط ترابيه اورانج بلشنا لنضوي فوق العين، نضوي العين وضوينا بمقدمه العين. طبعا كل عين شو بيلبق لها. هلا الصبيه هون بيلبق لها نضوي لها بقلب العين او اول العين، في صبايا ما بيلبق لها، عرفت شلون؟ فحسب كل عين. في على شو بيعتمد ريما هذا عنا الموضوع؟ اشكال للعيون، على الحجم، وكل عين شو بيلبق لها نحن بنضوي لها حسب العين. هلا يعني كمان سالي كانت عم تسال سؤال كمان كثير مهم، يعني هو عن اشكال العين. في عيون مبطنه تمام. في يعني كذا موديل للعين، وكل موديل يعني كل عين لها شكل للميك اب. في عندك عيون كبيره، في عندنا عيون صغيره، في عندنا عيون متقاربه، في عندنا عيون متباعده، كل عين لها طريقه للمكياج. عندنا العيون المتباعده المفروض نحن نحاول نقربها على بعض، العيون القريبه بدنا نباعدها. طبعا هون بنلعب باللاينر بالشادو. في عنا عيون جاحظه مثلا بيلبق لها الوان معينه. انا هذا اللون كثير بيلبق. في عنا عيون صغيره كمان بيلبق لها عيون، بيلبق لها الوان معينه، يعني كل عين حسب شو هي بنحط لها اللون. تمام ريما، انت عم تشتغلي، انا بدي اسال سعلي، يمكن نحن بسبب الميك اب كل يوم كل يوم صحيح. كل يوم شو بتحسي اكثر الالوان يلي صارت هيك تلبق لعيونك، وصار عندنا خبره يمكن اي يعني اي حدا بده يعمل لنا الميك اب صرنا نقول له شو بيلبق لنا الاشكال والموديلات. يعني يمكن وقت تطلعي لي بالمرايه تقولي واو هاللون شو حلو، او هذا اللون مثلا ما نو ضايج، او فينا نحطه نحن هذا اللون كل يوم، فهذا الشيء اللي هو بيلبق للبشره. يمكن بشرتي وبشرتك قريبين شوي من بعض، بيجوا على لون القمح هيك شوي، فانا بحس ترابي حلو والهيك شوي اللي جاي على بوردو. شو رايك انت؟ بيلبق لك كل شيء سالي. ريما انت عم تشتغلي، بدنا نحكي على
بنلاقي هيك شيء تماما. هلا كفي مشان نشوف هي، بنلاقي هدول الاخضر اورنج وشوي على بيج وعلى بني، بنلاقيهم كثير موجودين ولكن يمكن كثير مننا بيجهل استخداماتهم. في شيء منهم ريما خلينا طبعا هدول، هلا هدول فونات، في عنا فون فونديشن، في عنا مشاكل اوقات بالبشره ممكن يكون عنا سواد تحت العين او احمرار، فاللون الاورنج بنستخدمه اذا في سواد تحت العين او اذا في في عنا مثلا حبوب بنقط حمر اخضر ولا اورنج. هلا الاورنج للسواد، الاورنج بنستخدمه للخطوط او للنقط الحمراء، والبني بنستخدمه للنحت. بنستخدم مثلا الاورنج او الاخضر، بنستخدم فوقه البيج الفاتح لحتى نغطي اذا في اي مشاكل بالبشره. نعم نعم ريما، ايضا وانت عم تشتغلي هيك احكي لنا عن الصبايا اللي بيجوا مثلا بحبوا يتمكيجوا بحسب الموضه، ومو كل الموضه هي بتلبق مثلا لكل الصبايا. حكيتي نقطه كثير مهمه ريما، انه كل صبيه عندها شكل عين معين، بيلبق لها نوع ميك اب معين، يعني بيشوفوا على المجلات مثل التجميل، بدنا مثل هذا الانف، بدنا مثل هيدا العين، ونفس الشيء ينطبق على الميك اب والالوان. نظره الماكيرا او الخطوات الصحيحه اللي بتتبعها قد ايه مهمه، اخذها بعين الاعتبار ونصيحه الصبيه فيها. عفوا سالي انا ما سمعت سؤالك. رح ارجع عيد سؤالي. حكيتي عن اشكال، حكينا نحن عن اشكال العين، مو كل عين بتلبق للميك اب ولا الموضه بتلبق لكل العيون، تمام؟ خطوه بخطوه نحن سوا. فحضرتك بما انك خبيره ميك اب، في خطوات معينه انت بتتبعيها وممكن تقدمي نصيحتك فيها للصبيه، احكي لنا عنها ريما. هلا انا هلا هي اللاينر ما بتلبق للكل تماما. هلا اللاينر انا بنصح مثلا بالنسبه للون البشره، انا بتمنى كل صبيه مثلا تحط الفون على هوا لون بشرتها مثلا، او ممكن نعتمد فون مثلا اغمق شوي من البشره، مثلا لاينر. كمان مو كل الصبايا بتلبق لللاينر، ممكن في صبايا بتلبق لللاينر عريضه، ممكن لاينر فاتحه، فكل وحده بحب بتمنى انه كل وحده تشوف مثلا شو بيلبق لها وتعتمده مثلا على وجهها. طيب يعني اوقات بتطلع موضه، مو شرط مثلا هي كنا موضه لاينر. اي تمام، هي اللاينر هلا 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 درجه موضة. هلا اللاينر الرفيعه ودرجه اللاينر المفتوحه اللي نحن بنمدها باخر العين، حلو، وبنسحبها هيك شوي لجوا العين مفتوحه وبنحط زي ما بتلبق لي مثلا. تماما، في بنات ما بيلبق لهم. هلا هي شوي نص مبطنه عينها، نحن بدنا نعتمد لها شوي هون الغامق الصبيه، لهيك انا حطيت لها هذا اللون. بدنا نخبر المشاهدين، تمام، بدنا نخبر المشاهدين انه ريما هي اللي بتعملنا الميك اب الصبح، فسر جمالنا هو من انامل ريما حسينو، يعني اللي هي بتعرف شو بيلبق للصبيه وفي ذوق، ومو دائما نفس الميك اب بتعملي لنا اياه، دائما في يعني بتغيري لنا، ما هيك ريما؟ تماما اكيد اكيد. يعني ريما بس تشتغل مثلا حسب اوقات، حسب اللبس مثلا ممكن نعمل اوقات حسب لون البشره، ممكن احط لها انا فون فاتح او فون غامق، بلعب انا بالالوان، واوقات بيكون درج الوان معينه بحب انا بصراحه ادمج كثير الوان لحتى يطلع ممكن لون غير اللي موجود. صح ريما، دائما يعني الانسان لازم يتطور ويعمل أكيد. دورات ويشوف شو هي الموضة، يعني أكيد ما في شيء ثابت بالحياة. اليوم لكل بنت حابة تتعلم، بنشوف كثير بنات خلص أنا البروفيشنال، أنا ما في مثلي حدا بيعمل ميك اب، ولكن لا، في موضة، في أنماط ميك اب عم تتغير يوم عن يوم. خلينا نحكي بهذا الموضوع، قديش لازم الواحد يطور حاله؟ هلا الواحد أوقات الصبايا بيحطوا ميك اب بيفكروا انه كثير بيعرفوا، لكن في اصول للمكياج، في اصول لمد الفون، اصول للكونسيلر، للنحت، للالوان، لكل عين شو بيلبق لها، مو بس انا امسك مثلا الوان وحطها، يعني هي شغله كثير مهمه انه يكون المكياج عن دراسه، بيطلع احلى يعني وارتب تطلع العين وارتب الشغل والمكياج، اما انا بس مجرد هيك اعرف احط الوان لا، بنصح كل وحده تعمل دوره يعني عن دراسه وتتابع دائما شو الجديد. نعم. سؤال بيسألوا كل الصبايا ليا يمكن، ودائما شو لون الفون اللي بيلبق لي؟
انا شو فيني احط فون؟ وفي الوان كثير، يعني في نود وفي اللي جاي على روز وفي كثير الوان، شو الفون اللي بيلبق لي هون؟ شو بتعملي ريما؟ يعني شلون بتنصحي الصبيه باللون اللي بيلبق لها؟ لانه كثير بيلعب دور لون الفون الكريم الاساسي. تماما. هلا اللون اللي بيلبق للصبيه انا مثل ما قلت لك بشوف لون بشرتها مثلا اول شيء، على لون بشرتها انا شو بيلبق لها بعرف، كمان حتى شكل وشها، اوقات شكل وشها ممكن بيلبق لها هذا المكياج ما بيلبق لها للثانيه، عرفتي شلون؟ والالوان نفس الشيء، ممكن تلبق لليا مثلا هذه الالوان للصبيه الثانيه ما يلبق لها هي الالوان. فكل وحده على حسب شكل وشها، على حسب لون بشرتها، حسب هيك لبسها يعني هيك. نعم. دائما بيكون في مشاكل بسبب الفونديشن، وهلا ما كثير في شي براندات عالميه عم توصل لايدينا، فكثير عم يصير في حساسيه حبوب. شو بتنصحي قديش مهم انه نحط شي تحت الفونديشن بهالطبقات السميكه، خاصه نحن يمكن هي ضرر الاضاءه لحالها بتكفي؟ تماما. شو بتحطي تحت الميك اب؟ معرضات كثير لتتعب بشرتكم بسبب الاضاءه القويه بسبب الزهور اليومي، ف يعني في شيء اسمه برايمر فينا نحطه تحت المكياج، هو بيحمي البشره، بيسكر المسامات وبيوحد، اذا في مثلا مشاكل بيوحد لون البشره. طب هلا بدنا نرجع نقول انه براندات كثير بالبلد ما في، فاي برايمر هو منيح ولا لا؟ هلا ما فيك تحطي يعني صراحه، بدنا نجرب. هلا بدك تجربي مثلا، ممكن تجربي على ايدك تشوفي مثلا الفون حسب مدته، كيف بيمد معك، لونه اذا بيناسبك، ممكن تحطيه على بشرتك، ممكن تجربيه على جزء من البشره تشوفي اذا بيناسب بشرتك ولا لا. في عندنا بشرات مثلا بشره جافه، بشره دهنيه، فكل وحده بيلبق لها شيء معين من الفون. حلو. ايضا ريما هلا عم بس تحكي لنا، هلا بما انه انجيل بلشت هيك يكتمل الميك اب تبعها، احكي لنا عن الخطوات اللي اتبعتيها. خلصتي لا هلا بلشتي كانه بالحمرة تقريبا، تعودنا خلصنا نحن ونحن عم نحكي اخذنا الوقت. لون الحمرة اللي عم تحطي لها اياها لانجيل، شو هيدا اللون؟ وقديش ايضا لون الحمرة هو لازم يكون بحلل بيغير الميك اب كله، بحليه 100%. تماما. هلا انجيل لا انا اعتمدت لها لون الحمرة شوي يناسب لبسها مع شوي الشادو اللي هي شوي اسمها يعني خليتها. اذا قربنا الكاميرا شوي لو سمحت. يعني اللون الحمراء دائما او الكونتور على هو اللباس، على هو شو حطيتي لها فون، شو حطيتي لها شادو. نعم. كله بيلعب دور. كمان خلينا نحكي ريما على الحواجب، كل مره بتدرج شيء سميك، شيء سماك، شيء رفع، شيء فاتح، شيء غامق، شيء حد، شيء طبيعي. خلينا نحكي الحواجب قديش هن اساس. تعي انت محلك سمحت الله بس بلس. يلا قديش هن اساس الميك اب كمان؟ لانه هن يمكن ممكن يبرزوا للمكياج ويمكن يشوهوا. 100%. اكيد هن كثير كثير مهمين. درجه من زمان اذا بتذكروا الحواجب اللي خط رفيعه كثير رجعت درجة الحواجب العريضة، كثير عريضة بصراحة هلا. ايه تماما. او صور هوياتنا كلها 8. لا هلا يعني لا عريضة ولا رفيعة، وشوي ممكن نشتغلها، ممكن تشطيب شعرها، شعرها ممكن كمان. هي درجة كثير هلا حاليا. طبعا للصبية اللي بتحب، في صبايا ما بيحبوا انه مثلا لما شعرها شعرها، لا فحسب شو بتحب الصبية بنشتغل. واللون يكون مناسب طبعا، اللون بده يكون مناسب على هوا لون شعرك. يعني مثلا لون شعرك فاتح ما فينا نحط لك مثلا نعملك حواجب اسود يعني. ابدا. هلا الصبيه هون لون حواجبها متناسب مع لون شعرها. خلينا ناخذ انجيل شوي، نقرب الكاميرا عليها اذا بتريد ريما. بما انه هلا انت مكياجتي انجيل، وبيقولوا الماكياج دائما هيك له نظره، مكياجك كثير حلو لليوم، يعني اكيد شغلك اكيد. شكرا. يعني ايضا كمان الواحد بيعرف شو بيلبق له والالوان اللي بتلبق له. قد ايه مهم ايضا انه نحن ما نقلد، نعتمد ستايل خاص فينا، نحكي عن هذا الموضوع. ريما تماما. كثير مهم انه انا ممكن في قواعد معينه بتبعها، هي قواعد بتبعها كل المكارية، لكن كل واحد له لمس. مهم كثير انه انا يكون لي لمستي وما اكون عم قلد غيري، يعني هي كثير شغله مهمه. بس عم اقول لك انا مثلا ممكن كثير ادمج شادويات بطريقه، ادمج كذا لون، ممكن الالوان ما يتناسبوا مع بعض بس تطلع نتيجه حلوه. نعم. انا هيك بحب يعني. حلو. نعم. يمكن ما نكون عارفه منيح.
تماما. كان موضوعنا ومحور موضوعنا هي الالوان الدارجه لخريف وشتاء 2021. نعم. خلينا نحكي، يمكن حبينا شوي هيك وضع الالوان الترابيه والبني. خلينا نحكي، يمكن كثير في ناس بتحب بزاويه العين الغامق، الغامق اكيد او الاسود، هو اكيد دارج بكل او هو يعني شيء لمسات بكل الفصول، ما نو محدد لاي فصل. خلينا نحكي يمكن بدمج الالوان بزوايا العين الغامقه، لمين بتلبق، لاي نمط عين؟ هلا لك الغامق دائما للعين، في عندك العين الجاحظه الكبيره، في عنا جحوظ بالعين كبيره، ممكن نستخدم لها اللون الغامق من بدايه العين ونستغلها على سموكي. اما مثلا مثل ليا مثلا ما فينا نحط لها غامق بجوات عينها، اجباري بدنا نفتح لها عينها لانه عينها هي مسحوبه ولكن ما فيها كثير بالعين. تماما تماما تمام. يعني يمكن اليوم ميك اب تبع انجيت خلينا نقول هو تقريب المثالي، لانه يمكن ملامحها للصبيه اليوم بتخدم احيانا في تمام. مساحه للشادو. حكيتي نقطه كثير مهمه ونوهت عليها ليا، هي الغامق يلي ما عنده مساحه من هون لهون قد ايه غلط الغامق، يعني بدل ما نكبر العين احنا بنصغرها. فهي وبيطلبوها انه نحن بدنا تحطي لنا سموكي، عينك صغيره شلون بدك تحطي سموكي؟ هون انت طبعا بتاخذي هيك فتره منك انت، لا بتعطي نصيحه للصبيه لام عينها، نحكي عن هذا الموضوع. تماما اكيد بعطيها نصيحه، يعني اكيد حتى اذا ما في مساحه انا ما بستغلها الاسود لانه هي ما عندها مساحه، واشتغلتي لها الغامق دائما اللون الغامق بيصغر. عنا الفاتح بيعطي مساحه وبيكبر، فما فيك انت تشتغلي لها اذا عينها صغيره. اكيد بعطيها نصيحه، وممكن انا الا يعني اطلب منها انا اشتغلها على ذوقي لتشوفي، ممكن تحب بعدين رايي. مثلا ريما بالختام عم نشوف، ومثل ما قلتي ببدايه حديثك، الرموش هي الحل الانسب لنظافه العين من المسكرات المتكرره اذا ما كانت مسكره خاصه مشان الكورونا، والرموش هي حلول كثيره لحتى يمكن تبرز العين اكثر وتبرز الميك اب بشكل جميل ولطيف، ولكن عم نشوف اوفرا برموش لانه صار في عده موديلات، شي طوال وشي خفاف وشي مكثفين على الجوانب. صحيح. اليوم خلينا نحكي بالختام عن الرموش وعن الاخطاء يلي بيتداولوها الصبايا، وشو بتفضلي، رمش رمش ولا رمش كامل؟ شوفي هلا كل شيء له جماله، يعني الرمش رمش حلو والرمش الكامل حلو، لكن في رموش مثل ما قلتي طويله، في كل رمش بيتناسب على هو حجم العين. يعني ممكن رموش طويله وكبيره ما بتتناسب على عين صغيره، مثلا ممكن نحطها لعين كبيره ممكن، فهو العين نحن بنحط رموش. بصراحة أنا بحب رمش رمش أكثر. نعم نعم، يمكن دائما حتى بصيحات الموضة لازم نحن نعتدل، لازم نحن يمكن نشوف شو بيلائم وجهنا، كيف شكلنا. كل الصبايا حلوين بس يعرفوا كيف يبرزوا معالم جمالهم. بدنا نشكر وجودك معنا ريما حسينو، وبدنا نشكرك أيضا أنجيل، اليوم أيضا كنت ضيفتنا، الوجه الجميل اللي تم وضع الميك اب عليه. شكرا لكم. شكرا كثير لكم، شكرا لاخبار غير سوريا، شكرا ليا، شكرا سالي، وانبسطت بوجودي معكم اليوم. اهلا وسهلا فيكم ونهارك سعيد. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا على نهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم يا رب يكون نهاركم مثل ما بتحبوا واحسن، نهاركم حلو، نهاركم سعيد، ونهارك حلو يا سالي. نهارك حلو ليا لك ولعائلتك، واكيد نتمنى لمشاهدينا بقيه نهار يحمل كل الامل بغد اجمل، نرجع بنقول رغم الصعاب والظروف اللي عم نمر فيها، لكن بدنا نتأمل خير ونتفائل لنقدر نكفي هاليوم ابتسامة لطيفة. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.